وآخر يسأل لي ولد عم وله 7 أولاد وأنا أعطيه ما كتبه الله لأن حالته ضعيفة، ولي امرأة حريصة علي ولا تريد أن أعطيه شيء، ومن شدة الغضب تترك الطعام لمدة 2 يوم، ولنا مدة 4 سنوات ونحن على هذه الحالة، ولي منها 4 أولاد، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعندما تغضب تترك صلاة الفجر. هذا شيء عجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غريب جدا. تمنعه من الصدقة وتخلي الصلاة لأجل ذلك، وتخلي الطعام لأجل ذلك، تحاول. هذه حالة سيئة، هذه عليه أن يستثيبها ويبين لها سوء عملها، وأن هذا العمل منكر، وأنه واجب عليها أن تساعد على الخير. ولد عم فقير ولا أولاد، ينبغي تساعد على أن يصدق عليه ويعطيه ما تيسر من المال، بشرط أنه لا يضر بالمرأة وأولادها، بشرط أن هذه عطية لا تضر بالمرأة وأولادها منه. فإذا كان عنده فضل يستطيع أن يقوم بإعاشة الزوجة وأولادها وكسوتها، وأن هذا الذي يعطيها من عمه فقير زائد ما يضره، فعملها هذا منكر ولا يليق منها هذا، وإضرابها عن الطعام منكر، وإضرابها عن صلاة الفجر أنكر وأنكر. بل واجب أن يفقدها في الأحزان، وأن يبصرها عيبها ويبين لها خطأها، وإذا كان لها والد جيد أو أخ جيد أو عم جيد يخبره حتى ينصحها وحتى يبلغها سوء عملها. لو كان مقصر ما كان ينبغي لها، فكيف إذا كان عنده ما يسد الحاجة ويبخل حتى يساعد ابن عمه الفقير؟ على كل حال هذه أخطأت خطأ كبيرا، فعلى زوجها أن يعالجها وأن يحاسبها وأن يفهمها من الله ويحثها على التقوى، لعلها تستقيم ولعلها تهتدي. هذا شيء منكر لا يجوز البقاء عليه. التطبيق محل الله، التطبيق محل الله. وإذا عندها أولاد لعله يعدلها خيرا من طلاقها، فإن ما تعدلت فالطلاق بعد ذلك خرج لها. هل يجوز للصلاه الزوجه التي تصر على ترك الصلاه؟ يجب من هي أبطل. من ترك الصلاه لا يرجع الا كفر من عبد الله، فاذا اصرت على ترك الصلاه وعاد الصلاه يفارقها يبعدها، وكان زوجها اذا كان زوجها يصر على ترك الصلاه تبتعد عنه وتبعد عن اهلها حتى يتوب.